لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: غاريدو يبعث 3 لاعبين ضد الجيش الملكي، يحيى جبران يفاجئ الجماهير الودادية بعد واقعة بركان، الوداد يسعى لتأهيل لاعب بارز لمقابلة الديربي ضد الرجاء. رسميا الوداد يتخذ قراره النهائي بخصوص محمد النهيري. وفي آخر الفيديو سنعرض لكم مهاجم بالدوري البرتغالي قريب من الانضمام للوداد الرياضي بالميركاتو الصيفي الحالي. استقر الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الوداد الرياضي على اللائحة التي وجه إليها الدعوة لخوض المباراة التي يحل فيها ضيفا على الجيش الملكي، وذلك لحساب الدورة 22 من الدوري الاحترافي. وفرض المردود السيء الذي قدمه عادل الرحيلي خلال مواجهة نهضة بركان من إبعاده عن مباراة اليوم ضد الجيش الملكي، فيما سيتواصل غياب ظهير المترجي عن الفريق الأحمر إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك بعد أن طالبت فئة عريضة من جماهير الوداد إبعاده عن الفريق بداعي إساءته لقميص النادي. وقرر الإسباني خوان كارلوس غاريدو إبعاد هيثم البهجة عن مباراة الجيش الملكي، وذلك لعدم اقتناعه بمردوده خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريق الأحمر بضيفه أولمبيك خريبكا. وعاد يحيى جبران لاعب الوداد الرياضي جماهير فريقه بالظهور بشكل جديد بداية من كلاسيكو الجيش الملكي، خاصة بعد طرده ضد نهضة بركان بالدوري المغربي الأسبوع الماضي. وقال يحيى جبران خلال تصريحات خاصة: استوعبت الدرس جيدا ولا أود العود للخوض فيما حدث. وتابع يحيى جبران: التفكير في هكذا تفاصيل لا يفيد حاليا، ما أنا واثق منه هو أني سأظهر بمظهر جديد ولائق انطلاقا من مباراة الجيش الملكي. صرف المكسب المديري لفريق الرجاء الرياضي منح مباراتين للاعبيه قبل مواجهة سريع واتزم، وذلك رغبة منه في تحفيز لاعبيه على السير على نفس النسق الذي عاد إليه بعد استئناف البطولة الاحترافية، والذي مكنه من الارتقاء للرتبة الأولى واعتلاء صدارة الدوري. وأوضح عضو المكسب المسيل للرجاء أن إدارة فريقه صرفت منحة التعادل ضد الدفاع الحسن الجديد برسم أجل جولة 9، إضافة إلى منحة الفوز على نهضة الزمامرة برسم أجل جولة 17، وذلك في أفق صرف باقي منح المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة. يسابق الطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي الزمن من أجل تأهيل المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا، وذلك ليدافع عن ألوان الفريق الأحمر خلال مواجهة الرجاء الرياضي في الديربي البيضاوي برسم مباريات البطولة الوطنية الاحترافية. ويسعى الطاقم الطبي للفريق إلى تأهيل اللاعب ليدافع عن الفريق في أقرب وقت ممكن، وذلك بحكم حاجة النادي لخدماته في ظل النقص الذي يعانيه على مستوى خط الدفاع. وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الإيفواري كشفت عن حاجة اللاعب لمدة طويلة للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان، ومن المنتظر أن يغيب المدافع الإيفواري عن الفريق الأحمر في المباريات المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بالديربي ضد الرجاء الرياضي ولقاء المغرب التطواني. كشفت بعض الصحف المصرية أن إدارة فريق بيراميدز المصري قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع المهاجم المغربي وليد أزارو للحصول على خدماته في الموسم المقبل. وأوضح المصدر نفسه أن الفريق توصل لاتفاق مع أزارو على كل بنود التعاقد، على أن ينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل. وأشارت الصحيفة أن أزارو وافق على الانضمام إلى صفوف بيراميدز، وذلك وسط تقلص فرص مشاركته مع الأهلي بسبب توتر العلاقة بينه وبين السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي المصري، بالإضافة إلى عدم رغبته من الأساس
في عودته من جديد إلى الفريق. قطع فريق الوداد الرياضي مفاوضاته مع اللاعب محمد الناهيري بسبب عدم الوصول لحل نهائي للنزاع القائم بين الطرفين، وذلك بالرغم من المحاولات المتكررة لرئيس الفريق سعيد الناصري مع اللاعب، والذي طالب بتمكينه بكل مستحقاته المادية، ما اعتبرها الناصري عملية تعجيزية من اللاعب الذي أظهر بأنه لا يريد الاستمرار مع الفريق الأحمر. وبوصول مفاوضات للباب المسدود، من المنتظر أن تظهر معطيات جديدة من شأنها أن تنهي هذا الجدل الذي ظل قائما منذ فترة، حيث قرر الناهيري بعدم تجديد عقده مع الوداد الذي انتهى في يونيو، لكن الفيفا قررت تمديد العقود إلى نهاية الموسم الكروي الحالي بسبب التوقف الاضطراري. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة عن اقتراب انتقال مدافع المنتخب الوطني ولاعب ديجون الفرنسي نايف أكرد، وذلك إلى فريق رين، أحد الأندية القوية بالبطولة الفرنسية، إذ بات يفصله الفحص الطبي لإتمام الصفقة بشكل نهائي. وينتظر أن يستفيد الفتح الرباطي فور انتقال أكرد إلى رين الفرنسي من مبلغ مالي مهم يقارب 600 مليون سنتيم، على اعتبار أن صفقة انتقال مدافع الأسود من ديجون لنظيره رين الفرنسي حددت في 5 ملايير سنتيم. وينص العقد الذي وقعه الفتح الرباطي مع ديجون الفرنسي بحصول الفتح على 15% من قيمة انتقال نايف أكرد إلى أي نادي آخر. أبدى خالد الحشادي لاعب فيتوريا البرتغالي رغبته في الانضمام إلى فريق الوداد الرياضي بالميركاتو الصيفي، وحسب مصادر جد موثوقة فإن اللاعب السابق لفريق أولمبيك خريبكا والمحترف الحالي في الدوري البرتغالي ناقش الموضوع مع مقرب من فريق الوداد الرياضي، والذي بدوره أبلغ سعيد الناصري رغبة اللاعب خالد الحشادي بالالتحاق بصفوف بطل المغرب. ويعيش فريق فيتوريا البرتغالي مشاكل مادية كبيرة جعلت العديد من اللاعبين يفكرون في مغادرته، ومن ضمنهم اللاعب المغربي خالد الحشادي. للإشارة، اللاعب يشغل مركز مهاجم ويبلغ من العمر 22 سنة، ومن المنتظر أن يحسم سعيد الناصري رئيس الوداد بالتشاور مع أخوان كارلوس غاريدو مدرب الفريق إمكانية ضم خالد الحشادي لصفوف الوداد بالميركاتو الصيفي الحالي.